السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في اللقاء الفات كيف لو أنا بدي أخلي شخصية أتحكم فيها تمشي لقدام ولورا باستخدام الكود راح تعمل معنا زي هيك. الآن أنا عايز لما أضغط على السهم اليمين والسهم الشمال الشخصية تبعتي تلف تعمل دوران لليمين ولا للشمال. الأمر بغاية البساطة أسهل من التحريك أصلا. إيش راح أجي أسوي هنا؟ راح أجي أقول له اسمع، إذا أنا ضغطت input دوت جيت كي، اذا انا ضغطت على زر اليمين اللي هو كي كود دوت ايش رايت ارو بتهيألي رايت ارو، اذا ضغطت على السهم اللي على اليمين بدي اياه يلف لي. ايش راح اسوي؟ افتح قوس سكر قوس، انا مش مستاهل بلوك بس يلا خلينا اجي هان. بدي اعمل له ترانسفورم دوت روتيت، ترانسفورم دوت روتيت. افتح الجزء تبع الروتيت ونشوف ايش بياخذ باراميتر. بياخذ فيكتور 3، فيكتور 3 يعني هذا كلاس في اكس واي وزد. طيب ايش في شيء ثاني اسهل؟ اسهل هي اسهل واحد، بياخد انجل اكس واي وزد وزوايا بياخد، فيش مشاكل. طيب انا بدي الف على انو محور يا جماعه الخير؟ امسك الولد تبعي الله يرضى عنك، انت على انو محور بدك تلف؟ على محور الواي، على محور الواي. طلعوا هنا الواي اللي بتحرك واللون تبعه اخضر معناته هو ايش؟ الواي. اذا راح اجي الدوران حوالين محور الواي، اذا انا ضاغط رايت بدي الف حوالين الواي، يعني الاكس صفر والواي نفترض واحد والزد صفر. طيب إلس إف، إذا أنا ضاغط أنوزر مش الرايت الليفت أرو، كنترول كوبي. إذا أنا ضاغط، خلينا نكتب أرو أسهل لي، هي الليفت أرو. إذا أنا ضاغط على الليفت أرو إيش يسوي لي؟ نفس الكلام بالضبط بده يسوي لي إياه، بده يعمل لي ترانسفورم روتيت، بس إيش بدي إياه؟ على أنو اتجاه بدي يلف؟ على اتجاه المعاكس، يعني بدل الواحد راح أحط سالب واحد، وهي حفظ. أعاود أعيد، هذه منطقة الدوران. الكود هذا بقول لك إذا أنت عصيت على الراي السهم اليمين اعمل لي دوران للجسم تبعي على محور الواي سالب واحد، واذا عصيت على الزر الشمال اعمل لي دوران بالسالب واحد. طبعا نتذكر انه هذا الكود طول ما انت عاصص على الزر هذا، طول ما انه الرايت معصوص عليه راح يتكرر، فراح يحط واحد كمان مره واحد كمان مره واحد، فيضل كل مره يعمل دوران درجه جديده. احفظ الكود تبعي، كنترول سيف، وتعال نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، شغل ونيجي نعمل دوران. هي بلف على اليمين وعلى الشمال، ممتاز. الان انا ممكن امشي فيه ونلفلف مع الولد تبعنا، امشي وهي بلف يمين بلف شمال وزي ما بدي، اذا انا قدرت اتحكم في الولد تبعي. الان او اللقاء الجاي ان شاء الله راح نشوف كيف لو انا بدي اعص عليه اخليه ينط من غير ما يعمل حركه، بس بدي اياه يطير شويه وينزل لانه فيها شويه شغل. ان شاء الله هذا راح نشوفه اللقاء الجاي، ويعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.